ماذا يحتاج الانتر وميلان للتأهل لدور الأبطال للموسم القادم؟ اللي تابع الفيديو اللي عملته من حوالي أسبوعين راح يشوف الفرق المتأهلة لدور الأبطال وكيف تأهلوا بناء على نتائج أنا شخصياً توقعتها. أرجع أكرر، مجرد توقع شخصي، لا تأخذها بشكل شخصي. طبعاً اللي شاف هذا الفيديو راح يشوف أنه أنا بدأت الفيديو من الأسبوع 32، راح يشوف أنه أسبوع 32 33 34 توقعت نتائج الإنتر بشكل صحيح، يعني توقعت فوز الإنتر على لاتسيو، توقعت فوز الإنتر على فيرونا، وكذلك توقعت فوز الانتر على روما في الاولمبيكو، والفيديو موجود. طيب لهون الكلام ممتاز، ولكن بنهاية الفيديو ومن ضمن التوب فور ما كان في موجود الانتر. خلونا نشوف ليش وشو كانت توقعاتي وليش طلع الانتر برا التوب فور، ونرجع بهذا الفيديو نشوف كيف الانتر يدخل ضمن التوب فور. فاذا كنت هاي اول مرة تشوف قناتي، انا اسمي عمر بعاج وهاي قناة كلمتين نظيفة. اذا عجبك الفيديو اسلخوا اللايك واشترك بالقناة لحتى يوصلك كل جديد. فخلونا نبدأ بهذا الفيديو. طبعا اللي رجع الفيديو الماضي راح يشوف اني توقعت فوز الانتر على لاتسيو 2-1، توقعت فوز حتى الانتر على فيرونا، وتوقعت فوز الانتر وين على روما، توقعت فوزه 2-1. عموما كيف سقط الانتر من التوب فور بناء على توقعاتي طبعا، عشان بعدين خليني انكد عليكم انتم الانتريستا، لانه صالكم اسبوعين مستلميني من الفيديو الماضي ليش حكيت انه انزاجي عنده رفاهية بالتبديلات. وبعد ما حكيت باسبوع، ها باسبوع مو باسبوع، بثلاث ايام لما لعبوا ضد فيرونا 6 لاعبين غيرهم انزاجي، والست لاعبين هم اللي جابوا الفوز. ورجعوا للاعبين اللي لعبوا ضد لاتسيو واللاعبين اللي لعبوا ضد فيرونا وشوفوا مين سجل وكيف كانت الامور. فأنا كلامي أرجع أكرره بناء على الدوري الإيطالي. يجيني واحد يقول لي شوف تشكيلة السيتي وتشكيلة الريال وتشكيلة برشلونة وتشكيلة أوروبا، كلامنا عن الدوري الإيطالي. الإنتر يمتلك رفاهية التبديل، والإنتر يمتلك سكواد من أفضل سكواد اللي موجودة بإيطاليا، ومن بداية الموسم الإنتر كان أحد المرشحين للفوز باللقب إذا ما كان المرشح الأول بمعظم التوقعات. عموما نرجع لموضوعنا مشان ما نطلع برا الموضوع تتشعب التعليقات. وصلنا نحن للجولة 35، والجولة 35 كانت مباراة الإنتر مع ساسولو في أرض جيوسيبي ميازا، وأنا توقعت المباراة أنه راح يخطفها ساسولو 2-1 لعدة أسباب. إنهاك من الإنتر، مباراة تشامبيونز ليج لسه عنده، بعدين نهائي كأس إيطاليا جاية، يعني شوية تشتت. ولكن اللي يسعفه هو تشكيلته. بالأسبوع 36 كانت مباراة إنتر ضد نابولي في ملعب لدييغو أرماندو مارادونا، وأنا توقعت فوز نابولي 1-0 بعد فوز نابولي باللقب. واليوم يبين عندنا ما نعرف كيف راح يدخل نابولي، هل راح يدخل بتشكيل احتياطي ولا اساسي، هل راح يلعب بشكل جدي ولا خلاص يعني ما ظل في حافز لحتى يلعب اللاعبين ويخافون على حالهم والموسم انتهوا من هالشيء، ولا كيف راح يكون شكلهم. على اساس مباراة اليوم راح تحدد كثيرا من مباراة الاسبوع بعد القادم ضد نابولي وكيف راح يلعب نابولي. كل شيء ممكن، خصوصا انه الفريق اخذ لسكوديتو. في الاسبوع 37 راح يلعب الانتر مع اتلانتا في جيوسيبي ميازا، وانا شخصيا توقعت المباراه 1-1. وخذ بعين الاعتبار لما حكينا انا من الجوله 32 توقعت كل فوز الانتر، يعني لاتسيو روما وفيرونا توقعت فوز الانتر وضبط توقعي، فخافوا مني. يعني بالجولة 37 قلنا تعادل انتر مع اتلانتا، اما بالجولة الاخيرة فراح تكون الانتر خارج ارضه في ملعب الاولمبيكو جراندي تورينو ضد تورينو. شخصيا توقعت الانتر ياخذ 3 نقاط، وبناء على توقعاتي هاي يعني باقي 4 مباريات للانتر، مباراتين توقعتها خسارة ضد ساسولو نابولي، توقعت التعادل ضد اتلانتا، وتوقعت الفوز ضد تورينو. يعني من ال4 مباريات توقعت راح ياخذ الانتر فقط 4 نقاط. كيف الانتر يتأهل لدوري الابطال؟ راح نشوف حسب الجدول. يعني في حال خسر الانتر مباراتين وتعادل مباراة وفاز مباراة مثل ما توقعت، راح ينهي الانتر تقريبا راح يكون بالمركز السادس وعنده فقط 67 نقطة. كنا نعرف لانه
الانتر حاليا عنده 63، اذا ضفنا لها 4 67، كيف راح يتغلب؟ واضحه، في عندك 3 مباريات لازم ما يتاثر فيها. اذا ضمننا فوز تورينو عنده لازم يفوز على نابولي، على ساسولو وعلى اتلانتا، لانه بالفوز على تورينو تعادل مع اتلانتا وخسارتين بهالحاله بشكل اكيد الانتر ما راح يتاهل ضمن التوب فور. يعني ستيل جدول الانتر صعب جدا، محتاج توفيق كبير، والانتر حاليا بفورما توب بالتوب، فمباراة التشامبيونز ليج راح تحدد كثيرا من تكملة جدول الانتر. ليش؟ لانه اي خسارة ضد ميلان بالتشامبيونز ليج قد تزعزع الفورما اللي فيها الانتر حاليا. بهالحالة هاي لخصنا وضع الانتر. طيب اذا بدنا نلخص وضع ميلان، اللي رجع وتابع توقعاتي بالفيديو تاع التوقعات ينهي الميلان مركز رابع. ميلان اذا انهى المركز رابع توقعت راح ينهي بتقريبا 73 نقطة. تمام، نشوف جدول الميلان من ضمن الثلاث اسابيع الماضية، يعني 32 و33 و34 انا اخطأت بتوقع واحد اللي هو ضد كريمونيزي، كنت متوقع الميلان يفوز على كريمونيزي ولكن سقط 1-1 بالتعادل. بالاسبوع 32 كنت متوقع تعادل ميلان مع روما 1-1 وكانت النتيجة بحذافيرها. بالاسبوع 33 كنت متوقع فوز ميلان على كريمونيزي ولكن تعادل ايضا، ومبارح كنت متوقع فوز ميلان على لاتسيو 1-0 وفاز بالفعل 2-0 على لاتسيو. يعني بهالحالة حتى الان اذا انا توقعت ينهي ميلان ب 73 نقطة، حاليا بأفضل الأحوال راح ينهي ب 71 نقطة حسب توقعاتي. طيب نشوف شو عنده ميلان بالأسابيع القادمة ابتداء من الأسبوع 35. عنده مباراة ضد سبيتزيا خارج أرضه، سبيتزيا حاليا يصارع على البقاء وخسر مبارح بمباراة مهمة جدا جدا ضد كريمونيزي، فالأسبوع القادم راح تكون مذبحة حرفيا. أنا شخصيا كنت متوقع فيها فوز ميلان 2-1، يعني هاي أول 3 نقاط أعطيناها لميلان. بالأسبوع 36 المباراة ضد سامدوريا بأرض ميلان، يعني خلينا نقول لازم تكون بنسبة 90% هي فوز ميلان، أنا متوقع فوز ميلان، ولكن شفنا ضد كريمونيزي كيف سقط الميلان، وما تعرف لعبة تشامبيونز ليج شو يصير، لياو حاليا جاهز مجاهز ما نعرف، أنا متوقع فوز ميلان، فهون صار عندنا 6 نقاط حاليا. بالاسبوع 37 عندنا يوفي ميلان في ملعب يوفنتوس، وهاي المباراة انا متوقعها تعادل 1-1، يعني مباراة صعب نتوقع فيها. بالاسبوع الاخير يلعب ميلان ضد فيرونا، ومثل ما حكينا عن ميلان سبيتزيا حتى فيرونا بنفس الوضع، يعني ممكن جدا فيرونا يعذب ميلان حسب اخر مباراة اذا كان حسم الهبوط ولا لا، ولو انه ما اتوقع راح ينحسم الهبوط لاخر جولة، شدت الامور في مرحلة الهبوط. انا شخصيا متوقعها كانت فوز ميلان على فيرونا، يعني باخر 4 مباريات من 12 نقطة على ميلان الحصول على 10 نقاط للتأهل، مينيموم 10 نقاط حتى يتأهل، وهذا وحط تحتها خطين في حال صدقت توقعات الانتر بالتعثرات اللي كنت متوقعها، اللي هي من اصل 4 مباريات توقعت خسارتين تعادل فوز، اما اذا الانتر اوريدي فاز بمبارياته يعني ميلان ما تفيده حتى هاي النقاط، اظن حتى ال 12 نقطه ما راح تفيده في حال فوز الانتر. خلونا نشوف جدول اليوفي على السريع. بالنسبه للجوله 32، جوله 32 انا كنت متوقع فيها فوز اليوفي على بولونيا ولكن سقط اليوفي بالتعادل في الملعب الديلارا. طيب هون يعني راحت منه نقطتين على حسب حسبتي. بالاسبوع 33 كانت يوفي مع ليتشي، انا توقعت فوز اليوفي على ليتشي وبالفعل اخذ اليوفي 3 نقاط. بالنسبه لمباراه اليوم ما اعرف راح تشوف الفيديو قبل بعد، انا كنت متوقع تعادل اتلانتا مع اليوفي بملعب اتلانتا 2-2. لسه عندنا الجوله 35، يوفي راح يلعب مع كريمونيزي بملعب اليوفي، متوقع فيها فوز اليوفي بأنف الحصان. ما ننسى كريمونيزي حاليا عم يصارع على الهبوط، يعني في حال عم يصارع على الهبوط راح تشوفه شرس جدا جدا جدا.
الأسبوع 36 كذلك يوفنتوس ضد إمبولي وتوقعت فيه فوز يوفنتوس في ملعب إمبولي 3-1. بالأسبوع 37 في عندنا مباراة يوفي مع ميلان وأنا توقعت هاي المباراة تعادل. أما في الأسبوع الأخير فكانت أودينيزي مع يوفنتوس وأنا توقعتها، هي اللعبة راح تكون بالداشا أرينا، توقعتها 1-1. لا اليوفي وضع نوعا ما يعني مقبول، ولكن مستواه هو الغير مفهوم. يعني مباراة اليوم راح نشوف، راح يفوز فيها راح يتغير من الجدول، راح يتعثر فيها راح نمشي عن نفس الجدول. في حال تعادل اليوفي ومشينا مثل ما أنا حكيت راح ينهي ب 72 نقطة في حال، ولكن بناء على توقعاتي يعني راح يكون عنده فوز بكل المباريات وتعثر ضد ميلان وأودينيزي بالتعادل. يعني أي نتيجة غير هذول، فوز على أودينيزي، فوز على ميلان، فوز على أتلانتا اليوم، راح تغير حتى من جدول اليوفي وراح تخليه توب التوب، يعني راح تخليه يخلص الثاني وراح يلعب كأس السوبر بالسعودية السنة الجاية. نختم آخر شيء بجدول روما وراح تمشي بيه على السريع. أنا حكيت من الجولة 32 توقعت روما ميلان تعادل، صحيح توقعي، وتوقعت بعدها روما مونزا أو مونزا روما تعادل بالضبط 1-1، صحيح كان توقعي، وتوقعت أيضا خسارة روما من الإنتر 2-1 وخسر بالفعل. يعني 3 أسابيع توقعتها صحيح، فديروا بالكم يا الرومانيست. بالنسبة للأسبوع 35، الأسبوع 35 عندنا روما راح يلعب ضد بولونيا بالدلآرا وأنا توقعت فيها فوز روما 1-0. أما بالأسبوع 36 مع سالارنتانا راح يلعب روما وتوقعتها أيضا فوز روما 2-0. أسبوع 37 روما مع فيورنتينا بالأرتيمو فرانكي وأتوقعتها تعادل 2-2. الأسبوع الأخير راح يلعب روما مع سبيتزيا وتوقعت فيها فوز روما 2-0. حاليا يعني وضع روما ظلوا 4 مباريات، أنا توقعت فوز ب3 وتعادل فقط مع فيورنتينا. في حال ضبطت هاي التوقعات روما راح ينهي ب71 نقطة، يعني لن تكون كافية للتأهل لدور الأبطال. وخلينا نضيف له النقطتين، يعني إذا قلنا فاز روما ب4 مباريات 12 نقطة راح ينهي ب73 نقطة. في حال أنها ب73 نقطة راح ينتظر نتائج الأندية الثانية. وعدكم الفيديو الماضي وتشوفوا فيه شو توقعت النتائج بحذافيرها. ملخص بوتوم لاين، وضع روما صعب جدا جدا في التأهل لدور الأبطال، هذا أكيد. باختصار شديد، لاتسيو يوفي وضعهم بإيدهم، روما وضعه مقلقل جدا وممكن جدا ما يتأهل حسب ما توقعت، حسب النتائج طبعا مشان ما يفكروا الرومانيستا انه اشياء، يعني النتائج قدامكم. ميلان والانتر هون هذول وضعهم مختلف جدا، الانتر بفورما، ميلان يعاني بعض الشيء رغم فوزه على لاتسيو، ميلان ما عنده دكه مثل دكه الانتر، ميلان والانتر راح يلعبوا بالتشامبيونز ليج، كيف راح تاثر مباريات التشامبيونز ليج عليهم، الانتر كيف راح يمشي وميلان كيف راح يمشي، هذا كله لسه مو معروف. نفس الشيء بالنسبة ليوفنتوس، يوفنتوس وضعه كمان أحسن وأحسن، ولكن لسه مبارياته لنشوف كيف راح يلعبها، لسه عنده مباريات صعبة وبدي أشوف كيف شكل الفريق ابتداء من مباراة اليوم ضد أتلانتا. في حال فاز راح يختلف الكلام، تعادل مثل ما توقعت ستيل يوفي ممكن يخلص ثاني ثالث، أما في حال خسارة ممكن تدخل اليوفي بدوامة ثانية وما نعرف راح يطير من التوب فور ويطلع لاتسيو ميلان وإنتر، ولا راح يظل متشبث بمقعده بدوري الأبطال. وهون أكون قد وصلت لنهاية هذا الفيديو، أتمنى ما أكون طولت عليكم ما مليتم بالفيديو، كانت دردشة سريعة لحتى نشوف وضعية الفرق في التأهل لدوري الأبطال. هو تقريبا فيديو تتم من الفيديو الماضي بما أنه الصورة بلشت توضح أكثر وأكثر. في حال أعجبك المقطع اسلخوا اللايك، انشره بين أصدقائك. في حال ما كنت مشترك وأنا عم أشوف كثير عالم عم تشوف الفيديوهات وليست مشتركة، فما أنك خسران شيء إذا عملت سبسكرايب للقناة لحتى يوصلك كل جديد. تحياتي لكم وين ما تكونوا، ونشوفكم إن شاء الله على خير. سلام.